أهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من البودكاست اللي نشأ عشان يكون صوت لكل شخص بيعاني نفسيا وسط المجتمع الطبي. ومعدنا النهاردة مع حلقة مختلفة هيشرفنا فيها دكتور محمد الوصيفي، أستاذ الطب النفسي والإدمان وأمراض النوم في كلية الطب جامعة المنصورة، عشان يكلمنا عن اضطراب ثنائي القطب أو البايبولار ديس أوردر بالشيء من الاستفاضة، وده استكمالا للحلقة اللي نزلناها من فترة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بيكم وأهلا بمبادرة. وأنا كمان كلمنا شوية يا دكتور عن اضطراب ثنائي القطب، هو عبارة عن إيه بالظبط؟ في الحقيقة اضطراب ثنائي القطب أو بنقول عليه اضطراب الهوس الاكتئابي هو واحد من ضمن اضطرابات المزاج الأكثر شيوعا، وأحيانا بنحطه ضمن الاضطرابات الذهنية، وأحيانا ممكن يتصنف ان هو بس من اضطرابات المزاج. وهو عبارة عن اضطراب بيحصل في صورة نوبات. النوبات دي ممكن تكون في صورة نوبة هوس او نوبة اكتئاب او حاجة بنقول عليها شبيه الهوس. المقصود بالموضوع مش ان الشخص بيعاني من وجود حالة من المزاج المختلف في نفس الوقت، ولكن المقصود إن دي بتبقى نوبة. يعني مثلا في نوبة الهوس الشخص بيقعد لمدة أسبوع بيبقى فيه معالم أساسية للموضوع ده، وهو اختلاف في حالة المزاج. ممكن يكون المزاج بشكل عالي أو ناحية الفرفشة أو السعادة المبالغ فيها، أو ممكن يكون مزاج متوتر. وبيصحى بذلك إن الشخص بيكون في كلام كتير، بالإضافة إلى إن هو بيكون الشخص عنده أحيانا الشعور بالعظمة. وبنقول إن الشخص في التوقيت ده بيبقى فيه مشكلة في الفرامل أو في الاندفاع. يعني هو الشخص ممكن في الفترة دي يدخل في سلوكيات كتيرة ذات خطورة شديدة بدون ما يكون مدرك ليها، زي إنه يصرف فلوس كتير أو يدخل في الشرب المخدرات أو يروح لملاهي ليلية أو يدخل في علاقات جنسية. فدي كلها بتبقى حاجات هو فاقد السيطرة أو غير ملم بالتتابع بتاع المواقف دي، أو إن هو يعتدي على ناس بالزعيق أو بالشتيمة. ممكن في اللحظة دي برضو أو في التوقيت ده يكون مصاحب ليه شعور بالعظمة، سواء في الطريقة اللي هو بيتكلم بيها مع اللي حواليه، بالإضافة إن طبعا بيبقى فيه إلا في النوم وطاقة زيادة. وممكن الشخص في التوقيت ده يحس إن هو بينجز حاجات أو بيعمل حاجات مبالغ فيها جدا، ولكن زي ما بنقول بيبقى مجهود على الفاضي. أو يعني ممكن تكون الطاقة دي طاقة غير موجهة، يعني هو يحس إن هو عنده قدرة على إنجاز مشاريع كتيرة جدا أو حاجات كتيرة، ولكن في الحقيقة بيبقى المحصلة أو النتيجة إن مفيش نتيجة. وعشان كده إحنا بنقول إن هو اضطراب أو هو مرض، لأن هو بيأثر على وظيفة الشخص. يعني لو اتكلمنا مثلا لو طالب هيبدأ تحصيله الدراسي يقل، يضطر إن هو يأجل، يضطر إن هو ما يدخلش الامتحانات. فنوبة الهوس على يمكن ما الناس متخيلة إنها حاجة يعني إيجابية، أو يقول لك يا سلام إن أنا أحس بحاجة زي كده، ولكن الموضوع ما بيبقاش زي ما الناس متخيلة إن الوضع بيكون بشكل إيجابي أو بروتكتيف. طبعا في أثناء هذه النوبة ممكن يبقى الشخص موجود معاه أعراض ذهانية أو ما تكونش موجودة، وغالبا دايما بيبقى يعني في ضلالات زي ضلالات العظمة أو ضلالات الاضطهاد. يمكن دي من أكتر الحاجات اللي بنشوفها طبعا، بالإضافة لوجود كتير من أنواع الضلالات. والمقصود بالضلالة إن هو بيبقى فيه أفكار معينة هي راسخة في دماغه غير قابلة للنقاش، وبالتالي من ضمن النقط المهمة إن أنا ما ينفعش أحاول أتعامل مع المريض بنوع من الإنكار. يعني هو بيمر بفترة صعبة، فما ينفعش بالتالي إن الأهل يتعاملوا معاه وكأنه هو مسؤول عن تصرفاته وإن هو بيعمل كده بمزاجه. وده اللي بنشوفه في كتير من الأهل، إن هما بيكونش عندهم وعي إن هو بيمر بمشكلة أو بيمر بفترة، أو أحيانا بيكون في مشكلة في الإدراك أو في الاستقبال. وبالتالي الشخص ممكن يسمع
حاجات غير موجودة، هو الوحيد اللي بيبقى سامعها، وبالتالي بيتحرك بناء على أساسها. بالتالي بنحس إن إحنا كأن جهاز الاستقبال عند الشخص في التوقيت ده فيه مشكلة، فممكن يشوف ناس هو عارفها ولكن يبدأ يفسرهم أو يفسر تصرفاتهم أو نظراتهم ليه بشكل مختلف، وبالتالي هنا بينتج إن الشخص يكون في حالة من كتر التفكير المزايد فيه هو مش عارف هو دي حقيقة ولا مش حقيقة. طبعا احنا يمكن استفدنا في قصة نوبة الهوس زي ما اتفقنا ان ممكن نوبة الهوس دي تكون موجودة، وممكن الشخص ما يجيلوش الا نوبة واحدة وما تتكررش عليه التعب ده خالص، وممكن ان الشخص اول ما يبتدي عليه التعب يبتدي عليه بنوبة اكتئاب. وهنا نيجي للنقطة المحيرة اللي بتحير ناس كتير، ان انا شخص عندي 18 سنة او 20 سنة بدأت اعاني من اكتئاب، ممكن احيانا حتى يروح لكتير من الدكاترة فيعتبر ان ده مجرد اكتئاب، ولكن هو اكتئاب، ولكن زي ما احنا بنقول عليه هو اكتئاب وجداني، بمعنى ان الشخص من ضمن المصطلحات الغلط او المفاهيم الغلط ان مش شرط ان المريض جاله نوبة اكتئاب في اول تعبه ان ده مش ثنائي القطب. عايزين نقول ان 50 ل 60% من اللي بيحصل لهم ثنائي القطب اول ما بيبتدي التعب ممكن يبتدي باكتئاب مش بيبتدي بهوس. طبعا اعراض الاكتئاب زي ما معظم الناس عارفه بيبقى في اختلال في المزاج، نقص في الطاقه، شعور بالذنب مزايد فيه، وجود افكار انتحاريه، ودي تعتبر من الحاجات اللي مهمه قوي ان احنا نسال عليها ونشوفها، نقص في الطاقة، نقص في المجهود، بطء في الحركة. وأحيانا بيبقى مع نوبة الاكتئاب دي ممكن يكون برضو موجود أعراض ذهانية، وغالبا بتبقى أكتر ضلالات ناحية الفقر، يعني يبدأ المريض يقول أنا حاسس خلاص إن أنا كل حاجة خلصت، أنا خلاص أنا السبب في كل المشاكل، أو بيبقى فيه ضلالات الذنب، وكمان بيبقى أحيانا بيبقى فيه ضلالات اللي هتقول عليها العدم، يعني بيبدأ الشخص يقول أنا حاسس إن الدم بيهرب من جسمي، أنا حاسس إن أعضائي مش شغالة، أنا حاسس إن جسمي مش موجود. ودي بتبقى كتيرة موجودة الثلاث أنواع يمكن من الضلالات دول تحديدا في نوبة الاكتئاب، وممكن برضو يكون في هلاوس سمعية موجودة. اللي انا عايز اوصله ان احنا مش بالضروره ان التتابع يحصل بالشكل اللي انا بقوله، يعني ممكن شخص يبتدي الموضوع معاه بنوبه اكتئاب وبعد كده تتكرر عليه نوبات اكتئاب او تتكرر عليه نوبه هوس، وممكن شخص يجي له نوبه هوس ويجي له بعد كده نوبات هوس وما يجيلوش اكتئاب خالص. فبالتالي هي بتختلف من شخص لشخص، ويتطور المرض واستمراريته هيقعد قد ايه والنوبة هتتكرر قد ايه، دي لها عوامل كتيرة حسب بقى يعني هل المريض بدأ علاجه في البداية ولا اتأخر في بداية العلاج، وجود تاريخ أسري ولا لا، تكرار النوبات، وجود تعاطي للمواد المخدرة سابق ليه أو كده، ففي حاجات كتير ممكن بتحدد المقال بتاع المرض بعد كده. تمام يا دكتور. طيب بيبدأ تقريبا عند سن كام؟ هي دي من النقط المهمة، يمكن هو بيبدأ دايما تشخيصه في بداية العشرينات، لكن أنا عايز أقول إن هو غالبا بيبتدي من أواخر يعني من سن مثلا 13 14 سنة، القمة بتبقى بتاعته عند 21 سنة، لكن في كتير جدا من الأطفال أو من المراهقين بيبدأ من سن 10 سنين يحس بوجود أعراض، ولكن هو ما هوش عارف ده ايه ولا اهله فاهمين، وبالتالي نلاقي ان الموضوع ممكن ياخد سنين طويلة على ما يبدأ تشخيصه. طب ايه هي درجة انتشاره في العالم حسب رأي حضرتك؟ هو طبقا لل يعني الاحصائيات هو بتتراوح نسبته من 1 ل 3%، ولكن يمكن عندنا يمكن ما يقرب من 50 مليون على مستوى العالم فعلا بيعانوا من اضطراب ثنائي القطب. هو ايه مثلا اللي يخلينا حاجة زي ثنائي القطب
تصيب شخص وما تصيبش الشخص التاني. دي نقطة مهمة، يعني عايزين نقول أول حاجة في حاجات إحنا مش مسؤولين عنها، يعني الجزء بتاع الجينات أو التاريخ الأسري. التاريخ الأسري ده نقطة ما بنقدرش إحنا نتحكم فيها، ولكن ممكن تبقى طبعا ليها عامل كبير في حدوث الحاجة. تاني حاجة نقطة التربية أو الأسرة ذات نفسها، الضغوط اللي الشخص بيتعرض ليها، حدوث تروما أو حدوث عوامل معينة ممكن بتخلي الشخص ده مع وجود الاستعداد الوراثي، مع طريقة التربية، مع عوامل معينة في شخصيته، إن هو يبقى عرضة للدخول في المرض. ويمكن من الحاجات اللي أنا عايز أشير ليها وهي أكثر انتشارا دلوقتي وتعتبر من العوامل المهمة جدا، وهي التعاطي المبكر للمواد المخدرة، زي مثلا لو قلنا زي الحشيش أو الكنابس أو كده، بداية أخدانه في سن مبكر ده بيخلي الشخص إن الجينات يحصل فيها اكسبريشن أو تظهر عليه علامات المرض، وممكن ده ما يحصلش مع بداية تعاطيه للمخدرات، ولكن ممكن يحصل حتى بعد 10 سنين وبعد 15 سنة من أخدانه المواد المخدرة دي، وخصوصا في وجود الاستعداد الجيني. لكن خلينا نقول حتى لو ما فيش جينات ممكن أي شخص يبقى عرضة للدخول في المرض. طيب ممكن حضرتك تكلمنا إيه العلامات اللي تقول للشخص إن ممكن يكون مصاب بالاضطراب ده؟ دي من النقط المهمة قوي إن إحنا ناخد بالنا من العوامل اللي أنا هقولها دي. لو الشخص من النوع اللي هو بيعاني دايما من تقلبات في المزاج، أو دايما يعني مزاجه ناحية المود اللي هو الانبساطي أو الفرفشة أو كده. تاني حاجة، لو الشخص ده بيعاني من تعثر في المزاج أو فعلا جاله نوبات اكتئابية قبل كده وراح لدكتور واتوصف له مضادات الاكتئاب، وكانت مضادات الاكتئاب ما بتجيبش نتيجة كويسة معاه أو بتخليه يبقى في حالة irritability أكتر، أو بتزود الأفكار الانتحارية، أو إن احنا وجود تاريخ سابق لوجود أفكار انتحارية، أو بداية التعب في سن مبكر زي سن 10 سنين 11 سنة 12 سنة، كمان إن الشخص ده ممكن يكون وجود وسواس أو وجود اللي هو بيقول عليه اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو تعاطي المخدرات أو القلق أو اضطراب الهلع أو الاندفاعية، أو وجود تاريخ أسري لاضطراب ثنائي القطب. كل دي عوامل ممكن تبقى طيب عوامل يا دكتور، بما أننا بنوجه كلامنا للمجتمع الطبي، أكيد في سؤال هنا، وهو هل يا ترى في رابط بين دراسة الطب والإصابة بالاضطراب ده؟ تمام. هو طبعا يمكن طالب كلية الطب بما انه هو بيتعرض لستريس بشكل متزايد فيه من عدة نواحي، يعني قد يكون بيتعرض لستريس من الكلية، قد يكون بيتعرض لستريس من طبيعة المذاكرة، من ان هو طول الوقت شايف نفسه ان انا يعني في تفوق دائم او كده. فطبعا حدوث ضغوط مستمرة على الطالب في فترة الدراسة، وبالأخص لو كان في كمان عوامل جينية، ده ممكن يخلي حد إن هو فعلا يتعب، وده بنشوفه فعلا في طلب الطب إن هم ممكن يعانوا من الاضطراب ده نظرا للضغوط الكتيرة اللي بتبقى موجودة سواء من الدراسة أو سواء من هو شخصيا أو من أسرته أو من المجتمع اللي حواليه. يعني أنا حابب أتكلم في إن يعني كتير من الطلبة بيبدأ إما مع بداية الكلية، أو أحيانا دايما بيبقى في منتصف الدراسة أو في آخر الدراسة، يبدأ فعلا يعاني من كتير
كتير الأغلب والأكثر شيوعا اللي هو مسألة الاكتئاب ووجود الأفكار الانتحارية، ولكن برضو الأقل شيوعا هي وجود ممكن تكون نوبة هوس أو نوبة شبيه الهوس. وهنا دي نقطة مهمة، إن حتى قصة شبيه الهوس ده إن ممكن يعدي على الشخص بدون ما الشخص يشعر إن هو عنده مشكلة، وبالتالي هو ممكن ما يتوجهش للعلاج أو إنه يروح لدكتور، ولكن بعد كده يتم تشخيص المرض. ويمكن أنا يعني هذكر حد أنا يعني أعرفه، إن هو يمكن بعد حدوث الاضطراب ده في فترة الكلية امتنع عن العلاج خالص وامتنع عن أي حاجة، ولكن بعد ما حاول السفر إلى الخارج للدراسة وللشغل اتكرر عليه نوبة الهوس دي، واضطرت إن هو يسيب شغله وينزل بعد ما كان ده بالنسبة له حلم كبير، إن هو عايز يسافر بره ويشتغل وينجح. فمهم أوي إن احنا ناخد بالنا إن الموضوع مستمر، يعني ممكن يحصل ويكرر بعد أي حاجة. الوقاية مهمة الوقاية جدا. مهمة جدا. طب دكتور، تقدر حضرتك تكلمنا الواحد يقدر يعمل إيه عشان يتجنب الانتكاسة أو بداية النوبة دي؟ تمام، زي ما احنا بنقول الوقاية خير من العلاج. لو الشخص يعني مر اوريدي بالتعب، فطبعا هو هيحتاج ان هو يروح لطبيب نفسي متخصص، وان هو يبدأ في مرحلة سواء نوبة الهوس او نوبة الاكتئاب. غالبا احنا بنبدأ مثلا بمثبت للمزاج او أدوية زي مضادات الذهان للفترة الحادة بتاعة التعب اللي هي بتبقى حوالي 8 أسابيع. بعد كده بنبقى عايزين مرحلة من الاستقرار لمدة 4 شهور تانيين، وبعد كده فترة الوقاية ممكن تتراوح من سنة وممكن تتراوح لسنتين لخمس سنين أو حياته كلها، حسب عوامل كتيرة موجودة في المرض. طيب أنا لو حتى جالي نوبة أو كده، إزاي أحمي نفسي إن أنا يتكرر عليا الوضع ده؟ محتاج أخد بالي من تقلبات المزاج، من قلة النوم، من إن أنا أحافظ دايماً على روتين يومي، من إن أنا أقلل الضغوط اللي موجودة حواليا، من الدعم الأسري. وهنا مهم جداً إن إحنا يبقى فيه جلسات أسرية نحاول نفهم الأسرة طبيعة المرض، ونحاول كمان نفهم المريض. وده بتبقى بعد الفترة الحادة بتاعة المرض، إن أنا بعمل سايكو إديوكيشن وبفهم مراحل التعب بيتكرر إزاي، إيه العلامات المبكرة اللي هي ممكن تحصل. لو إحنا خدنا بالنا من الحاجات دي بالإضافة طبعا لممارسة الرياضة، كل الحاجات دي ممكن تحمينا من التعرض مرة أخرى للدخول في التعب. في نهاية الحلقة أحب أشكر حضرتك على وقتك وعلمك اللي قدمته لنا، وشكراً للي بيتابعونا إنكم كملتوا الحلقة للآخر، ومعدنا في حلقة جديدة إن شاء الله. مع السلامة. شكرا جزيلا لكم، مع السلامة.